برج الحوت سنة التأرجح بين انتصار وانكسار. الانتصار بأول السنة، تحقيق أحلام، هدف طالما سعي له الحوت بده يوصل له. ببلش السنة منتصر، ببلش السنة مسلح بشجاعة كبيرة وإرادة، بتوصل إلى تحقيق حلم دفين من أول السنة. بيحاصر كل المشاكل، بيناضل، عنده انفتاح على بعض المواقع الجديدة، بتخطى مخاوف كانت تحول دون تقدمه، بيقوم بمبادرات كان يخاف منها بالأول. كل ما تقدم إلى فصل الربيع والصيف بيكتشف جديد وبيطور نفسه وأعماله نحو إنجاز بده إياه كامل. بيكون معظم أشهر السنة واعد ومتناغم بتطلعاته. فصل الخريف بيتصدى لمسيرته شوي، بده يضاعف الجهود بها بس بفصل الخريف. هلأ بده يتأقلم مع أوضاع كتيرة، مدعوم من جوبيتر، مدعوم من أورانوس، مدعوم من بلوتون، من نبتون. جوبيتر بالنص الثاني بيعكسه شوي لمولود الحوت. هلأ عوامل الكسوف والخسوف يلي هي موجودة بأذار وبتشرين الأول تضطروا لإجراء تغييرات جذرية، أو هي بتكون يعني بتجي ظروف تفرض عليه اتجاهات أخرى خلال هالسنة، بس يكونوا بهالفترة وهو بيفكر بشي وبيغير بملء إرادته. يعني عند كتار من مواليد الحوت بيواجهوا وضع آلمهم لفترات طويلة، بس هالسنة يمكن يوصلوا إلى الشفاء منه. يمكن حالة حب يشفوا منه، يمكن حالة مرضية، يمكن قلق معين بيتروح هالهواجس بها السنة لمواليد الحوت. بين أول السنة وأيار 26 أيار بينجح بمجالات مهنية جديدة، عالم الاتصالات والإعلام والتجارة والترويج والإعلان والتربية والتوجيه والقيادة والإخراج. أما بعد هالشي فبتتركز اهتماماته على بعض النشاطات الشخصية، كما بيبرع بمجال البناء والتخطيط والتشريع والابتكارات المفيدة بمجال المال والأعمال والاقتصاد والمحاماة حتى بأعمال الحقوق. كتار من مواليد الحوت بيطلوا على منعطف كبير خلال شهر سبتمبر بأيلول، بيكتشفوا أنهم بلغوا يمكن فترة التغيير الكبير، يعني كأنه حياتهم توصل إلى تغيير كبير، والفنانين المبدعين بيلاقوا فرص قدامهم كبيرة. كل حدا بيشتغل بعالم الفن والإبداع بيظهروا كفاءتهم، بيحصلوا على جوائز على تقدير لإنجازاتهم، وبيطلعوا بإنتاج بيلاقي الترحيب. عاطفيا بيغزي القلوب مولود الحوت، يقبل على مغامرات كتيرة إذا كان حر، وبيلتقي بوجوه كتيرة. عنده صداقات مميزة جدا السنة ومتنوعة، فيها تكون صداقة حبية، صداقة غرامية، فيها تكون صداقة، بتعرفي الحب له عدة نيفويات، ما هيك عدة مستويات. في حب صداقة تكون صداقة بلاتونية، ما ضروري يكون حب يعني يوصل إلى علاقات جسدية، في يكون حب روحي يتبادل بين اثنين، في يكون حب عاصف، في يكون حب عشق، في كل شيء أنواع الحب. هو عنده كل الأنواع بهالسنة، في نقي اللي بده إياه، عنده صداقات، عنده علاقات متينة ممكن عبر أعماله، في علاقة بين العمل والحب هالسنة، ويمكن حب خارج إطاره الطبيعي خارج بلاده. في صداقات متنوعة جدا وانفتاح على بعض المجتمعات الجديدة بحياته. السنة عنده حضور، عنده فلسفة، بيميل لأحد الكتاب، لأحد الفلاسفة، أحد بهمه شيء هيك فكر بياخده إلى مكان تاني، بيستقطبه سنة للحوت. شهر أذار مارتش بيحمل له لقاء مهم بحياته، بيحول مساره شوي. بعدين بعد شهر أيار ماي في عنده مواعيد مهمة، بيفكر بانتقال إلى مرحلة جديدة من علاقته إذا عنده علاقة. بيطرأ تغيير مهم بتشرين الأول أكتوبر، ويمكن خلال سفر أو رحلة، أو هو بيسافر، أو قرار، أو يقيم في مكان آخر غير مقام إقامته. كل هالشي سافر راح إجا بيأثر على وضعه العاطفي، قد يلتقي الحب، قد يغير من أجل هذا الحب، يعني وضعه العاطفي مرتبط بتنقله. أحد مواليد السرطان بيساعدوا على قضية شخصية، بيقربهم جدا هالموضوع، بتصير العلاقة حميمة.
بيهتم بأحد مواليد الجدي ببداية العام، وعنده صداقة مهمة كمان فيها ارتباط وزواج. علاقته بالحمل تصطدم بشؤون مالية أو بمشاجرة. بالنص الثاني من السنة بيهتم بأحد مواليد العذراء وبيستفزه أحد مواليد القوس. طبعا في قصص ثانية لازم يرجع هو يشوفها. صحيا بيتمتع بحيوية كبيرة وبيوصل إلى فترة تعويض إذا عانى من بعض المشاكل.